ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم في احلى فقره في العالم، وكمان مع ضيف بجد انا بحبه جدا، هو ممثل جميل جدا محمد السعداني. منورني حبيبي، ربنا يخليك. الحمد لله يا سعداني. هلو، عامل ايه؟ عامله ايه؟ والله وحشتني من اخر لقاء. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ايه بص بقى عشان تبقى فاهم، طبعا هو خسس بقاله حبه حلوين. احنا النهارده قررنا ان احنا هنبوز له الخسان ده وهنرجعه تخين. ايه الحاجات دي بتتخن؟ الحاجات هي نرمين اصلا خايفه من اسامي الحاجات مش انا. طب انت بذمتك ابعدوا عن الزعلوقه دي اول حاجه. زعلوقه صح ولا انا بنسى؟ الزعلوقه والحريره. ايه؟ ايوه ابعدوا عن الحاجات دي خالص. لا يعني اصل ايه كايت يا جماعه، والله اكل مغربي خطير. يعني المغرب والله كانت مكسره الدنيا في كاس العالم، فاحنا قررنا ان انا يعني قررت ان انا ادعم. ايوه انت بس انا كلنا فرحانين طبعا وصولهم يعني على الحاجات. ف انا النهارده قررت ان انا اعمل اكل مغربي، ومحمد طلع مش مغامر. وانت اللي هتاكله لوحدك. ايوه طبعا، محمد السعداني طلع مش مغامر في الاكل خالص. لا انا بحسب حسابات يعني، بحسب لما تشم هتغير رايك. ماشي والله ممكن، اصل انا قبل ما اكل لازم اشم فعلا. والله لازم اشم الاول، لو ريحه عجبتني اكل. يعني انا في اكلات مستحيل اكلها بسبب ريحتها دي. انت مالكش بقى في الفسيخ والرنجه؟ يا مستحيل، لو هتديني مليارات مستحيل. انا لما بيجي الفسيخ البيت اقول لهم طب يا جماعه اوكي انجوي وانزل بقى بعدين. انا والله ده انا عايز اقول لك ان عمرو كان لسه منزل فيديو عنده على الانستغرام. انا بعض الفسيخ. ايه يا ابني؟ لا 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 لا. هو كان يا حبيبي اليومين اللي فاتوا كان تعبان، فمنزل فيديو الله يسلمك على انه بياكل فسيخ. بص بقى، ايوه قال لك ايه بقى؟ لا لا ده استنى، جاي فسيخ ورنجه والمشروبات الغازيه الحلوه دي اللي احنا بنحبها، وليمون ونعناع وليمون وبصل اخضر. والله العظيم انا بتفرج منك لله يا عمري. لا 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 لا. منك لله. انا ممكن بقول لك بمشي من البيت يعني اوكي يا جماعه انجوي وانزل على طول. لا ما بقدرش استحمل ريحتها. لا ده انا بعشق يعني ممكن اقعد لو بقى متنظف بقى ومحطوط ليمون يعني ممكن اقبل ان اقعد بعيد كده على راس الترابيزه بعيد مش هاكل حتى. والله لا انا مستحيل. اوكي انا لسه بادئ اكل سي فود بقالي 3 4 5 سنين. والله العظيم ما كنتش يعني ما كده يعني بس ابتديت يعني. طب حلو حلو، يعني هنحاول انا وانت النهارده ناكل من الاكل الغريب اللي هو هيعمل. لا انت هتاكلي وانا هسقفلك. اتكلمي باصبع احسن من كده. اوكي ما تقوليش الاكل اللي هو هيعمله. طب انا عايزك تقول المكونات عشان انا عايز اعلق على حاجه. ماشي اوكي. طيب احنا هنعمل ايه النهارده؟ وبعد انا اقول عشان انا عايز اقول المكونات. ايه ده، هو انت مالك وماله مالي ده النهارده يا جماعه؟ ده انت كنت ماشي حلو على فكره. بتتكلم بصبعك كده، نزلي صبعك لو سمحت. انا طريقتي كده، انا طبيعتي كده. طيب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل شوربه الحريره المغربيه. ما فيش مغربي ما بيفطرش بالشوربه دي في رمضان، وهي شوربه عندهم يعني حاجه كبيره جدا، وانا بصراحه بحبها جدا جدا. دقتها وانا صغير ومن ساعتها وانا دايما بعملها. وكمان هنعمل جنبها ايه؟ هنعمل اكله اسمها مش متداول قوي عندنا في مصر، اللي هي الزعلوك. سلام. فيعني ايه الزعلوك ده؟ تزعلك. ايوه وانت واكلها كده تحس انت زعلوك. متزعلك كده قوي. زعلوك. فالاكله دي عباره عن ايه؟ عباره عن بتنجان مشوي وكمان فلفل احمر مشوي، فهي شبه البابا غنوج. ما تقول بابا غنوج وخلاص. شبه البابا غنوج بس المغربي. حلو. يلا اقول لكم المكونات. دي بتتاكل ايه بقى؟ بالشوكه يعني ولا بالعيش؟ بتتاكل سايد ديش كده، ممكن بالعيش. اوكي. ممكن بالشوكه كده. ممكن بالشوكه. حلو. يلا هقول لكم المكونات بتاعه شوربه الحريره. هنحتاج فيها سمن بلدي وزيت نباتي، بصل متقطع مكعبات صغيره، كمان كرفس نفس الموضوع، ثوم مفروم، ولحمه متقطعه راس عصفور او مكعبات صغيره، دقيق للتعفير، اربع ورقات لور، فلفل اسود، كزبره، رشه كمون، قرفه، كركم، جنزبيل باودر، وملح وفلفل، حمص مسلوق، عدس اسود، صلصه طماطم، طماطم متقشره ومفرومه، وبقدونس وكزبره خضراء، وميه وشعريه. ايه كل ده؟ شفتي مغذيه جدا. ايه ده؟ انا زهقت اصلا. يعني اعملوها وبكلموني. انا مش هقعد استنى كل ده. لا صدقني دي سهله جدا جدا. انت هتشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي في منتهى السهوله. تعال نقول مكونات الزعلوك كمان عشان مهتم بالزعلوك جدا. مهتم جدا بالزعلوك. انت خلاص ده بالنسبه لك الاسم ده يعني هتستخدمه في حياتك. بس كويس عشان لو عجبتني انا ليا اصحابي بغربه كتير اقول لهم بقى زعلقوني بقى. عايز اتزعلق بقى واحكي لهم. يلا هنقول مكونات الزعلوك. هو بتنجانة كبيرة مشوية، فلفل رومي أحمر كمان مشوي، حبة طماطم متقشرة ومتقطعة مكعبات، حبة يعني طماطمية، وثلاث فصوص ثوم، زيت زيتون، وصلصة طماطم، ملح وفلفل وكمون، بابريكا وشطة، بقدونس مفروم، كزبرة مفرومة، وبقدونس مفروم تاني للتزيين. مش سهلة والله. هل سهلة جدا جدا جدا، حاجة بسيطة. هو أصلا الاتنين مش فاهمين أي حاجة. أنا خلاص يعني. ماشي ماشي. لا أصلا مش فاهمة أصلا يعني إيه عدس ولا
لحمه يعني دونت ميكس ازاي يعني. بس هنشوف هنشوف بس هنشوف. اول حاجه هنعملها عشان نقدر يعني خدوا راحتكم في الكلام ونتكلم معاكم. هنعمل ايه؟ هنزل شويه سمنه بلدي وهنزل عليها اللحمه متعفره في دقيق ومعها قرفه وتوم وكزبره. ماشي. وبعدين هنشوف هنعمل ايه. هنشوف.